ياي حفلة؟ لك ليش ما خبرتوني؟ مشان اعمل حسابي كنت لبس طعم السموكين وارتروا على الحجي. سارة انت متأكدة انه قالوا لك حيعملوا الحفلة جوا بالبيت؟ رنوشة يعني هو ما في حفلة. منيح ما في حفلة، منيح اللي ما تعذبنا ولبسنا البدلة. شو ما في حفلة في البيت؟ ما هيك سارة؟ لا بالبيت ولا برات البيت رانيا، ما حدا منهم بتذكر عيد ميلادك. بس انت قلتي لي انا كذبت عليكي، خلاص كذبت عليكي. هذا هو بقى العذر الأقبح من ذنب. والله والله ما تدرى خالته فريدة انه بنت سميحة نسياني عيد ميلاد رفيقة الأنسة رانيا، والله لا تزعل من صمصومة قلبة ميكي. رنوشة مشان الله تقبريني سامحيني، والله العظيم حاولت اقنعهم انهم يعملوا لك حفلة عيد ميلاد بس ما حدا منهم فاضي، هدول مانن اخوات مانن رفقات، كل وحدة منهم راكدة ورا مصالحها وانا ما... يا الله. ايه ماما رانيا؟ ايه رانيا معي، نجي هلا فورا. شوفي ماما، يلا فورا جايين. ماشي يلا. كان معقول يخطر على بالك انه ننسى يوم عيد ميلادك؟ يعني كنتوا بتعرفوا؟ طبعا. طيب ليش ما خبرتوني؟ يعني ليه خبيتوا علي القصة؟ لانه ما كان في غير هي الطريقة لحتى نخلي الموضوع سر وما حدا يعرف فيه، مو هيك خالي ام سارة؟ ايه طبعا، بنتي وبعرفها. وانا عم اقول لحالي ليش بعتيني مع رانيا وقلبك مطمن؟ مو تاري الاستاذ تيمو هون ولا كذاب، مو على اساس انت بالضيعة؟ طالما حماتي قالت لي بتروح الضيعة معناتها بروح الضيعة. عيب عطلك حما، كلمة حماتي شلون طالعة من تمك مثل السم. يا هيك الرفقة يا بلا، والله بكيتوني. ايه بدنا ناكل جاتو؟ هلا مو وقت البكي، خلونا نشغل الشموع. لحظة، يعني قبل ما تشغلوا الشموع في شي حابب احكيه. ميديا؟ يعني أنا أول ما شفتك حسيت إنه في شيء بهاي الحياة بيستاهل إنه الواحد يعيش من شانه. يمكن ما أكون الشاب يلي بتحلمي فيه، بس بوعدك صدقيني إني أكون الشاب يلي رح يعمل كل جهده لحتى يحقق لك كل أمانيكي. بتقبلي تكوني شريكة حياتي لآخر العمر؟ يا بعلى الله إلا بدكم تبكوني. أدري هلا مو وقت البكي، بس بدي أفهم أنت مين عزمانك؟ ليه يا؟ ليش انا بده مين يعزمني؟